قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. عادت شبيبة القبائل بتعادل ثمين وثمين جدا أمام المستضيف أمل الأربعاء بهدف في كل شبكة لحساب الجولة 28 من رابطة المحترفة الأولى موبيليس، ليحافظ الكناري على فارق النقاط 3 أمام منافسه في رحلة ضمان البقاء بقسم النخبة. تقدم أمل الأربعاء بالهدف الأول عن طريق كاسيلي في الدقيقة 20 من عمر شوط المباراة الأول، ورغم محاولة الشبيبة للعودة في النتيجة إلا أن مواقي والبقية فشلوا في مساعيهم وخيبوا جمهور الكناري الحاضر بقوة بالمدرجات إلى غاية الدقيقة 94 من المباراة، حينما تحصل أشبال بوزيدي على ضربة جزاء حولها مواقي إلى هدف تعادل. في باقي المباريات سحق شباب بلوزداد جاره اتحاد العاصمة بثلاثية مقابل هدف، وفازت مولودية الجزائر على مولودية وهران بهدف نظيف، بينما انهزم الوفاق بملعبه بهدف مقابل هدفين أمام مولودية البيض والسياسي بشلف أمام الأولمبي المحلي بهدفين مقابل 3. في القاع فاز اتحاد بسكر على الهلال بثلاثية نظيفة، وعاد نادي بارادو بثلاث نقاط ثمينة من بشارة بعدما فاز على شبيبة الثورة بهدف نظيف، في وقت فاز نجم مقرى على اتحاد خنشلة بهدفين مقابل هدف.